تترك وفي الفترة الصباحية بشيلها، وإذا واحد بده يجيب مفعول أفضل دائما بحط فوق الكمادة الكمادات الساخنة الكربة ربع ساعة، هذا بريح وبيعمل عملية سرعة في استنشاق وتغلغل هذا الزيت لجوة لعمل الجهاز اللمفاوي لتنشيط الدورة الدموية. أعراض الكبد حريج عليها بالتفصيل، بس أي واحد بيشعر في آلام في الرقبة غير مفسرة في منطقة، آلام داخلية عميقة في منطقة الرقبة، آلام ما بتتغير مع حركة الرقبة، إذا بيشعر في الكتف اليمين، إذا بيشعر في الركب اليمين، ركبة الرجل اليمين أو في الكعب اليمين، هاي أعراض أكيد إنها حتودينا على قصر عمل في الكبد. في هاي الحالة هاي الكمادة من الإجراءات اللي حتساعدنا في تنشيط الكبد تاعنا. ونفس الشيء بالنسبة للكلى وحصوات الكلى ومشاكل الناس اللي عندهم التهابات في المثانة أو التهاب في المجاري البولية، حرقة في البول، انقباضات حادة لا إرادية في المثانة وجدران المثانة والفتحة اللي بتخرج البول نتيجة لأي سبب من الأسباب داخل جدار المثانة أو داخل الكلى أو حصوات في الكلى، أي شيء بعطي صعوبة في هالحالة بوضع كمادات القروع سواء على منطقة الكلى، طبعا نوضعها من الخلف وين خصرتنا لفوق شوية، هذه مناطق الكلى من الخلف بوضع الكمادة فترة الليل. إذا موضوع المثانة وموضوع التهابات المثانة وصعوبة في التبول وحرقة في البول وانقباضات عصبية عضلية لا إرادية بسبب أي واحد عنده التهاب في جدران المثانة، هذا بسبب احتكاك في الجدران نفسها، يعني المسدسات الحسية الدقيقة والحساسة جدا في داخل المثانة، في منها هاي مجسات ضرورية وحساسة جدا لأي حموضة في البول، أي التهابات في البول، أي حتى الفطريات اللي ممكن نأخذها في جسمنا والكلية تحاول تتخلص منها، والفطريات هذه بتعلق يعني بتشبك وهي نازلة في جدران المثانة وبتسبب حك شديد وبتسبب حركة شديدة وبتسبب التهابات شديدة الفطريات، اللي هو أكثر أسباب دخول الفطريات من الأسباب يعني من على جسمنا القهوة، في فطريات خاصة عنيدة على تحميص القهوة وعنيدة في الحرارة وبتظلها ملتصقة مع القهوة، ولما دائما أي واحد بيشرب قهوة بتزيد عملية إضرار البول لأن بدنا نتخلص من الفطريات هذه اللي عالقة في الجهاز البولي، فالجسم لحاله بصير يطلع ميه ويفرز مياه أكثر اللي يسرع من طرد هذه الفطريات، يعني هذا سبب من الأسباب. والسبب الثاني طبعا إنه القهوة فيها كافيين وحتعمل على انقباضات وسرعة في الدورة الدموية وكمان حتسرع من التبول، عشان هيك ممنوع حدا يأخذ فنجان قهوة بدون ما يشرب مقابله كاسة ميه، القهوة هو المية لأنه القهوة مضرة للبول ومية بتساعد على تخفيف ومساعدة القهوة إنها نتخلص من هالسموم اللي موجودة في جسمنا، بس إنه الفطريات بتسبب لنا إضرار للبول هذه خلوها ببالكم. الفطريات خطيرة جدا في الجهاز الهضمي، خطيرة جدا إذا صابت جسمنا من جوا من الداخل. anyway يعني الفطريات هي في جسمنا قبل ما نأخذها من برا، يعني الموجودة كائنات مسيطر عليها ونظام بيولوجي حيوي متكامل من بكتيريا وجراثيم وفطريات موجود في داخل جسمنا، ما في إشي بتغير بمجرد ما أحصل على شوية فطريات